يا مرحبا بيكم في كوجينة يسرا. طاجين الجلبانة يمكن برشا ما يعرفوهوش، أما هو حاجة بنينة على الأخر. بما أنه تا وقت الجلبانة تاخو حتى كمية صغيرة تنجم تعمل بها بلاتو متاع طاجين يجي بنين على الأخر. أول حاجة باش ناخذو البصل الطويل متاعنا هذاك، زوز بصلات طويل، باش نقصوهم بالعروش الخضر متاعهم جويدين، وناخذو معاهم 4 سنين ثوم، ونحطو شوية بالكل زيت ومعها شوية بالكل زبدة، هيك الكمية هذيك. نخليو هذاك الكل حتى لين يذبل، وكل البصل يسيب الماه متاعو الكل، وباش نحط معاه انا خذيت لهنا الزر نتاع الدجاج يكون صغير بالكل دو بريفيرونس، معناتها ديما تاخو الزرات الصغار هذاك، يبدا الدجاج نتاعهم معناتها ما يجي شايح ويبدا بنين على الاخر. قسيتهم تروف تروف صغار، معناتها ما طيبوش كيما الاخرين ومن بعد تفتفتوا، لا هذا على خاطر باش نحطوا معها الجلبانه لازم الكل يبدا معناتها مخصوص مع بعض، وهذاك علاش قصوا طروف صغيره. من بعد ما تلقى اللي الدجاج نتاعك سايب معناتها بياض بخسك الكل، باش نحط شويه تابل، شويه كركم، وشويه ملح، وشويه فلفل اكحل، وباش نخليه يشرب الفاحات هذيك شويه اونتروتون، فما ماء سخون قاعد يغلي باش نمرق به الدجاج نتاعنا. من بعد نمرق بالماء سخون، بيان سور ما تكثرش برشا، جست تضغم شويه نتاع الدجاج نتاعك والا السكالوب والا اللي تحب تطيب بيه. لهنا خذيت بخاسك 200 غرام نتاع جلبانه، نخلطها مع الدجاج هذايا ونخليها تطيب على نار هاديه باش الجلبانه معناتها ما تكشلفش والكعبه نتاعها ما تصغارش. كي تحطها على نار هاديه تقعد تطيب بشويه بشويه كيما هكايا حتى لين تحس اللي هي شربت كومبليتمون، ومن بعد تخليه يبرد باش تنجم تخلطه مع الطاجين نتاعك. لهنا باش ناخذ حارتين عظم باش نركضهم، تنجم حارتين وكعبه انت وكبر البلاتو نتاعك، باش نركضهم شويه من الاول. علاش؟ على خاطر ما تنجمش تركضهم مع الخليط نتاع الطاجين باش الجلبانه ما تتغفصش وما تتهلكش. لهنا باش نزيد معاها هي انا قطه نتاع معدنوس صغيره بالكل، كان عندك واحده كبيره تولي تستعمل نص قطه نتاع معدنوس. نخلط هذاك الكل مع بعضه، ومن بعد باش نزيد الجبن، انت جبن اللي تحب تستعمله، انا لهنا استعملت 150 غرام غرويير، تنجم مثلا تاخو اللي تحب عليه انت، المهم تستعملش موتزاريلا خاطر ماهيش معناتها اللي طياره برشا في الطاجين. نخلط هذا الكل ومن بعد نزيدو للخليط الاخر. الخليط نتاع الطاجين لازم يكون فيه شويه تختوخ اللي طاب فيه هك الدجاج هذاك، ونخلط بشويه باش ما نهلكش كعبات الجلبانه. اونتخو طون الفور قاعد يسخن على 180 درجه من اللوطه والفوق، مي كي ندخل الطاجين نردو كان من اللوطه بركه حتى لين تحسو طاب، ومن بعد تشعل عليك العشر دقائق من الفوق باش ياخذ اللون نتاعو، ومعناتها ويتيب لك كيف كيف يعمل لك الكروت اللي من الفوق. لهنا ترصفو مليح في البلاتو نتاعك وتدخلو يتيب، ومن بعد وقت اللي تخرجو تخليه يرتاح شويه وتقص الطاجين نتاعك على روحك. هذه هي دبارتنا اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. وكانك اول مره تدخل القناه تقولك مرحبا بك في كوجينة يسرا التونسيه، ونتمنى انك تشترك وتفعل الجرس. طبعا عليك نقولكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفات قادمه، وبسلامه.